من أجل حماية الأطفال ومن هم دون سن السادسة عشر عاما من مخاطر الإنترنت اتجهت بعض المدارس إلى حظر استخدام هذه الفئة العمرية للهواتف الذكية أثناء فترات التعليم داخل حرم المدرسة العديد من المدارس حول العالم اتخذت قرارا بحظر استخدام الهواتف المحمولة الذكية كما فعلت عدة مدارس أوروبية كبرى في بريطانيا وهولندا وفرنسا وكذلك في كندا واتجهت عدة ولايات أمريكية إلى تطبيق هذا الحظر في عموم مدارس بعض الولايات وفي مقدماتها فلوريدا وأوهايا وإنديانا في حين تعتزم مدينة نيويورك ولوس أنجلوس فرض حظر مماثل كذلك تتجه أيرلندا إلى فرض حظر على وصول الأطفال ومنهم دون سن السادسة عشر عاما إلى منصات التواصل الاجتماعي واعتبرت وزاره الصحه الايرلنديه ان الضرر الذي يلحق بالشباب بسبب منصات التواصل الاجتماعي هو عباره عن حاله طوارئ صحيه عامه تتطلب استجابه كبرى بما في ذلك تقييد الوصول والضوابط الابويه التلقائيه على الانترنت المنزلي الاتجاه لفرض حظر على استخدام الاطفال ومن هم دون سن السادسه عشر عاما للهواتف الذكيه خلال فتره تواجدهم بالمدارس يمتد الى حرمان الطلاب من استخدام هذه الهواتف داخل الفصول الدراسيه وخارجها خلال ساعات الدراسه واستندت تلك الدول في هذا القرار على العديد من الدراسات العلميه التي خلصت الى ان الطفوله الحديثه التي تعتمد على الهاتف تسبب الحرمان الاجتماعي والحرمان من النوم وتشتت الانتباه ولكن الاهم من ذلك انها ادت الى وباء من الامراض العقليه بين الاطفال الصغار نصائح هذه الدراسات العلميه اكدت ضروره عدم امتلاك اي طفل لهاتف ذكي قبل المرحله الثانويه وايضا عدم استخدامه وسائل التواصل الاجتماعي قبل سن السادسه عشر عاما وانه يجب ان تكون جميع المدارس خاليه من استخدام هذه الفئه العمريه لتلك الهواتف